السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا يا حبايبي، طمنوني عليكم وعلى اخباركم. وحشتوني فعلا من الفيديو اللي فات. النهاردة ان شاء الله هغير الديكور بتاع الالوان، يعني هشيل اللي هي الوان الخريف وحط الوان كده شتوية جميلة، حاجة بسيطة مش كتير يعني، بس حبيت ان انا اشاركها معاكم. صباح الفل عليكم، شاركتكم الفطور وتعالوا بقى بينا علشان نشوف هنعمل ايه. طبعا انا كنت قايله لكم ان انا كنت طالبه مع اللي هي الاجواء الخريفيه دي حاجات تنفع كده لجو الشتاء، يعني اللي هي الاجواء الشتويه البسيطه دي، اللي هو لما يعني طبعا انا مش عندي هنا شتاء في سلطنه عمان، بس انا بحاول دايما ان انا احسس نفسي بأجواء الشتاء كده، بمود الشتاء شوية. هو بس بيبقى الجو في الفترة دي لطيف مش أكتر، لكن مش بيبقى عندنا الشتاء اللي هو الشتاء الحقيقي اللي هو التلج بقى والبرد، ده مش بيكون موجود. حتى لما بتمطر الدنيا بيبقى يعني يدوب شوية مطرة كده، وبعد شوية ممكن الشمس تطلع عادي يعني. فأنا كنت حابة أن أنا السنة دي يبقى عندي أجواء شتوية كده، شوية تغيير جو وتغيير مود زي ما قلت لكم، تغيير طاقة في المكان. فجبت بقى اللي هو الرانر ده، جبت اللي هو الكارول الأحمر، كان عجبني جدا وحابة ان انا بصراحة احطه، فجبته وهحطه اللي هو كأنه مفرش. كنت جايبة بقى كوشنات كتير، انا اكتشفت ان انا كنت جايبة تقريبا 8 حاجة زي كده، كلهم اشكالهم كيوت، وفي منهم برضو 2 فكرة اللي هو الكارول، واحد منهم اخضر واحد احمر، بصراحة تحفة جدا جدا. ويعني الكوشنات يعني الحمد لله الخامة بتاعتها، الماتيريال بتاعتها برغم ان هي مش غالية خالص، بس الماتيريال بتاعتها كانت جميلة جدا. فدلوقتي انا يعني بوريكم الكوشنات كلها قبل ما يعني خلاص ابتدي ان انا احطها. طبعا الكوشن يعني اعتقد ولا مرة طلبته من شيء، وبيجي اللي هو بيبقى محشي يعني، او اللي هو فيه الحشو بتاعه من جوه الفايبر، لا هو بيبقى جاي الكفر بس او الكيس يعني. بصوا ده الكارو بقى اللي عاجبني، والاخضر بقى كمان يمكن حاسه ان هو عاجبني اكتر من الاحمر. كان عندي بقى برضو كام حاجه كده بسيطه يعني ممكن تنفع معايا، فطلعتها علشان استخدمها، لان زي ما قلت لكم انا مش عامله جو كريسمس بقى وكده والحاجات دي، لا خالص. واعتقد ان يمكن نسبة كبيرة جدا مش خلاص مش هعمل كده تاني. ويعني بخصوص الموضوع ده كمان، انا السنة اللي فاتت كنت عاملة فيديو عن شجرة التزيين، شجرة الكريسماس وكده، بصراحة مش عارفة يعني هل اشيل الفيديو ده ولا اخليه. يعني فانتوا شاركوني كده برأيكم، قولولي يعني اشيله ولا ايه، شوفوه وقولولي يعني اشيله ولا لا. هتلاقوه موجود يعني لو نزلته في الفيديوهات شوية تحت كده في القناة تلاقوه موجود. يعني انا اخدت رأي واحدة صاحبتي بصراحة، قالت لي طالما حاجة قديمة خلاص خليها، بس ما يبقاش في حاجة جديدة بنفس النمط، يعني اللي هو نمط الكريسماس وكده، او اللي هو انه اعمل شجرة وحاجات من دي. انا ما كنتش بعمل الشجرة يعني احتفالا بحاجة معينة، لا خالص. يعني احنا كمسلمين لينا شعائرنا ولينا اعياد محددة واحنا عارفينها، بس من وقت للتاني احنا ممكن بنحب انه نغير الاجواء، يعني نغير اللي هو الشكل العام او المود العام، وخاصة انا بحب الالوان جدا، فانا بالنسبة لي بيبقى الموضوع مش اكتر من ان هي فكرة الوان جديدة ومختلفة عن يعني باقي الايام بس مش اكتر. فبقوا شوفوا الفيديو قولوا لي رأيكو اخليه ولا شيله. ده بقى اللي هو كان الكتاب الكرتون اللي انا قلت لكم كنت اتصدمت فيه يعني بصراحة. دلوقتي انا هستخدمه بقى للأسف مضطرة، وهبقى احاول ان انا بقى اجيب حاجة من هنا يعني قوية ومتينة، او ان انا احاول ان انا اعمله بنفسي. الموضوع بسيط يعني مش حوار، هستخدمه معايا. وكان عندي بقى حاجات زي ما قلت لكم، طبعا هشيل الورد اللي هو الاورنج والاوراق اللي هي الخريفية والكوشنات اللي هي الخريفية كلها. كمان كان في الدبدوبتين دول اللي هي الغزالة والايس مان، ده هحطهم هستخدمهم في مكان معين، انا ما كنتش عارفة احطهم فين خالص لغاية ما بدأت وحطيت الحاجات بدأ الموضوع يتجمع معايا.
عندي ورد كده هحطه برضو، هستخدمه هستغله. كنت محتارة استخدم الصينية اللي هي الشفافة ولا الصينية اللي هي الكاروهات دي، بس بعدين استخدمت الكارو، يعني بصراحة حسيتها هي مناسبة في الأجواء يعني والديكور أكتر. هنا بقى كنت خلاص اشيل الكوشنات علشان ابتدي انسق. كان في من ضمن الكوشنات اللي انا كنت جايباها حاجات شويه في الاحمر اكتر وحاجات شويه داخله في اللون الجري مع الابيض، فخليت كل كنبه من الركنه يعني كانها تدريجه لون مع بعض يعني قريبه لبعض شويه. خليت في جنب فيها اللي هما الاتنين الكارو مع واحده احمر ساده كده، ومعاها اتنين كمان فيهم شكل او فيهم رسمه. على الجنب التاني حطيت اللي هم الرماديين شوية اللي كان فيهم الايس مان، وفي واحدة لونها رمادي واتنين كده كمان لونهم داخل فيه ابيض شوية. بصراحة والله طلعوا كيوت بجد، عجبوني، شكلهم لذيذ جدا وشكلهم مبهج شوية في المكان. حطيتهم واللي هي فيها الفروع او الوردات اللي هي الحمراء دي الصغيرة دي، بصراحة جميلة عجباني جدا هي كمان. حطيتهم ونظمتهم بقى يعني كده بشكل يعني مش اللي هو يعني حاجة كأنها عشوائية كده شوية. بس وزي ما انتوا شايفين كده خلصت الكوشنات على الركنة على الجنبين. بعديها بقى نقلت نفسي بقى على فورا عند التلفزيون زي ما هتشوفوا دلوقتي كده. حطيت عند التلفزيون بقى اللي هو الرنر الأحمر الكارول اللي هو كان في أول الفيديو، شلت الحاجة القديمة وحطيته، وعملت فيه نفس فكرة التاني اللي هو الخريفي ده، قسمته قطعتين برضو علشان أحط واحدة هنا عند الترابيزة بتاعة التلفزيون وواحدة تانية أحطها على اللي هي الترابيزة اللي هي المفروض بتكون بتاعة الركنة أو قصاد التلفزيون. هنا بصراحة على اللي هي طاولة الأكل دي كنت محتارة جدا ومش عارفة أحط إيه، يعني كان عندي مفرش كارو أحمر كده اللي هو بتاع البيكنيك والخروج يعني، بصراحة فكرت ان انا احطه وحطيته فعلا، بس بعدين بعد شوية بصراحة حسيت انه لا مش متناسق قوي يعني، وحسيت ان انا عيني مش حباه كده في المكان. فبعد ما كنت خلاص مسحت الطاولة وحطيته وبدأت ان انا ارتب الحاجات رجعت بعدين شلته، بس هتشوفوه في نهاية الفيديو. فلان بصراحه مش عارفه حسيتش ان هو متناسق او ما حسيتش ان هو لايق على الطاوله، يعني هي الطاوله نفسها اصلا بيضاويه وهو مدور، مش عارفه السبب بس انا ما حسيتوش يعني. خليت بس اللي هي الصينيه اللي هي الكارو دي خليتها موجوده، وحطيت عليها الفازه وحطيت عليها جهاز المعطر، وحطيت شمعه كده بلاستيك. كان عندي برضو شمعه كده حمراء عليها اشجار وحاجات بس كنت ناسيها، رجعت بعدين لما لقيتها حطيتها تاني مع الصينية هنا. طبعا شلت الوردات اللي هي الأورنج، خليت التوليب بس لأن ما كنتش جايبة حاجة اكسسوار أو ورود حمراء، تقريبا نسيتها. أعتقد يعني تقريبا أيوة كنت هطلبها بس بعدين نسيتها أكيد، لان اكتشفت ان مش عندي حاجات اللي هي الورود اللي هي الصغيره دي او الريش زي ما كنت عامله في اجواء الخريف. بس عادي يعني، هو علشان برضو ما يبقاش الديكورين الاتنين شبه بعض. خلصت طبعا طاوله الاكل دي ورحت بقى على اللي هي الطاوله اللي هي الترابيزه اللي هي بتكون بتاعه الركنه او اللي هي بتبقى قصاد التلفزيون دي كده. شلت برضو الحاجات القديمة اللي عليها مسحتها وحطيت لها المفرش، نص المفرش اللي هو الكارو الأحمر بقى، وجبت بقى الكتاب هنا، الكتاب اللي محيرني بصراحة. حطيت عليه اللي هي الفازة التانية بتاعت الترابيزة دي، وحطيت معاها شمعة، سبت فيها برضو الورود اللي هي السادة دي وحطيت معاها شمعة. بصوا الديكور بقى كان بسيط جدا والحاجة بسيطة خالص زي ما انتوا شايفين كده، بس والله عجبتني جدا وحسيت ان هي ادتني طاقة ونشاط كده لباقي الاسبوع يعني بجد. انا عايزاكم بقى تشوفوا الحاجة دي
وتشوفوا الفيديو للنهاية تقولوا لي بقى رأيكم بجد، يعني الحاجة حلوة قوي فعلا ولا ايه. اللي هي الزرع الاخضر دي حطيتها في الوعاء الاحمر ده وعلقت بقى مع الايس مان كده، شكله مضحك جدا يعني، بس بصراحة اعجبني في النهاية. هنا حطيت الفازة دي وحطيت سبت فيها الاوراق اللي هي الورود دي، الورق دي لونها احمر شوية داخل في الاحمر فسبتها يعني معايا. والكوشن اللي هو مرسوم عليه عربية ده اللي حطيته جنب ترابيزة التلفزيون من عندي، ديكور التلفزيون. بصوا تقريبا خلاص يعني كده انا وريتكم كل الحاجة اللي انا عملتها. دي الشمعة بقى اللي بقول لكم لقيتها بعدين، ف ما تنسوش بقى قبل ما اقفل عايزة اقول لكم لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تبعتوا لاصحابكم وشاركوهم وقولوا لي رايكم، اكتبوا لي رايكم في التعليقات. طبعا بعد ما خلصت بقى حبيت كمان اغير بقى ريحة المكان كده، فجبت المعطر المنزلي ده، انا كنت جايباه من R&B، وبصراحة ريحته تحفة جدا جدا. لو انتوا عايشين هنا في سلطنة عمان جيبوا المعطر ده وعلى ضمانتي، بجد ريحته تحفة، ولما بيترش على المفروشات نفسها بيقعد ثابت فترة شوية في المكان، بحبه جدا يعني. شغلت لكم على التلفزيون بقى خلفية الايس مان مع الاجواء اللي هي الايه التلج والامطار والحاجات والدفاية يعني بصوا مظبطاكوا بقى بجد، بعيشكوا في المود يعني حقيقي. فاشوفكوا على خير المرة اللي جاية، ما تنسوش تعملوا لايك كمان علشان الفيديو ده يوصل لناس كتير، و هتوحشوني لغاية الفيديو اللي جاي. الفيديو اللي جاي ريفيو عن حاجة مهمة جدا، بس للأسف يعني هو مش ريفيو حلو قوي لأن للأسف أنا أخدت فيها مقلب، بس لازم أقولكوا عليها زي ما بقولكوا على الحاجات الحلوة. أكيد لو في حاجة وحشة محبش أن انتوا كمان تقعوا فيها. فالمرة اللي جاية إن شاء الله استنوا فيديو جميل، أيا كان هو هيكون جميل. بعد ما خلصت أنا كمان يعني نسيت أقولكوا بقى، أنا جبت الإيه السناكس بتاعتي وعملت لنفسي مكافأة كده بقى، وكانت زوزو نايمة فالحمد لله عرفت بقى أخد جو كده ريلاكسيشن كده شوية يعني نص ساعة ولا حاجة تقريبا. بس أشوفكوا على خير المرة اللي جاية، باي باي، مع السلامة، هتوحشوني جدا جدا. خلي بالكم من نفسكم لغاية ما نتقابل المرة اللي جاية، باي باي.